تحياتي لكل الاصدقاء والمتابعين، احييكم من فرع زيون جروب الموصل الحدباء. وعندنا خطه قبل التمرين للقوه المفرطه. استعجل لي كابتن، استعجل لك، افتح لي هذا البي سي اي. انفتح لك، فتح دير دير الخبط. احنا من دير وين؟ باوع 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 كلها لو كنت في الموصل. في الموصل يلا هالموصل، هذا سكوب بار شابوم. ايفن لوبرون، استعجل استعجل بار، بس على الكاميرا خلص الباور. هسه شراد شراد، احنا ضاربين مندي طبعا. شراد نسرح البروتين للعضلات. انت شلون تشوف هاي المنظر؟ ليش ما دا اشوف؟ افتح الكلياتين، انفتح. حي الله الموصل، حي الله الموصل. وكرياتين سكوب لك أربعة خمسة عشرة كله الكله. مو بشر عادي، لا 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 لا. هسه توتال وير مال الحرب، اموت على توتال وير مال المارينز. افتح انفتح، ما تقول ايه صفا. خطت القوة المفرطة. هسه راح نروح القاعة ناكل الحديد اكل. هاي سكوبها صغير كابتن داري، طالب منه. لا مو ارتينين عالي يا عمي، راح يشرين خبط دير مخلص يا عمي. لا لا بيبي كاف جابر بن حيان، جيب القبر. وانا القبر هذا هذا هذا، مو لابسين مناظر، مو لابسين مناظر. ايش بدنا نشوف؟ ساعدونا هاي الموصل، ايش بدنا نشوف؟ ترى بدا يجي يلا الموصل على الراس، على الراس هاي الموصل. هسه صارت الخطه للنجف. ساعدني شوي، ساعدني استعجل لك. الدنباس ابو 50 راح يصير 5 يوم ما حرجع حرول البغداد. ويلي بعيد دبر دبر دبر. نزع المناظر عم نشوف. دبر بقيني تشرب تكلمه. دور رجع هو والوقف، ياسر الوقف، دور الوقف الوقف الوقف. القوة